مساء الخير طلبتي الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم. محاضرتنا اليوم إن شاء الله حنتكلم عن موضوع البيبتيدات. البيبتيدات هي عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية. ترتبط هذه الأحماض الأمينية مع بعضها عن طريق آسرة تساهمية، وهذه الآسرة التساهمية يطلق عليها بالبيبتايد بوند أو أسيد أمايد بوند. ناتج هذه الآسرة من ارتباط جزيئتين أو وحدتين من الأحماض الأمينية، ويرمز للآسرة البيبتيدية بCONH، يعني حيكون ارتباط الحامض الأميني الأول عن طريق مجموعة الكاربوكسيل، والحامض الأميني الثاني عن طريق مجموعة الأمين. وبارتباط هذه المجموعتين للحامض الأميني حتكون عندنا الآسرة البيبتيدية اللي هي ناتجة من ارتباط مجموعة الكربونيل اللي هي C double bond O مع مجموعة الأمايد اللي هي NH، فيطلق على هذه الآسرة بالآسرة البيبتيدية. والآسرة البيبتيدية هي الآسرة الناتجة من ارتباط حامضين أمينية مع بعضها، وطبعا الحامضين الأمينية لازم تكون بصيغة L form. لو تلاحظون هنا الحامض الأميني مجموعة الأمين، طبعا الحامض الأميني الأول اللي هو حتى ترتبط الآسرة، حتى يرتبط مع الحامض الأميني الثاني ويكون لنا الآسرة البيبتيدية، يكون من نوع L، يعني تكون مجموعة الأمين هي باتجاه الليفت ومجموعة الكاربوكسيل باتجاه الرايت، والحامض الأميني الثاني أيضا تكون مجموعة الأمين باتجاه الليفت ومجموعة الكاربوكسيل باتجاه الرايت. إذا يرتبط الحامض الأميني الأول عن طريق مجموعة الكاربوكسيل، والحامض الأميني الثاني عن طريق مجموعة الأمين، حتى يكونوا لي الآسرة البيبتيدية. إذن البيبتايد أو البروتين هو عبارة عن polymers of amino acid، يعني بارتباط وحدات متعددة من الأحماض الأمينية مع بعضها عن طريق الآسرة البيبتيدية هيكون لنا سلسلة نطلق عليها بالبيبتايد والبروتين. وطبعا البيبتايد أو البروتين حسب أعداد الأحماض الأمينية المكونة لهذه السلسلة البوليمرية. كل حامضين أمينية راح يرتبطون مع بعض عن طريق آسرة بيبتيدية واحدة حتى يكونون السلسلة البيبتيدية. إذن بارتباط حامضين أمينية مع بعضها راح ينطينا آسرة بيبتيدية واحدة حتى يتكون لنا عندنا السلسلة البيبتيدية. وبارتباط هذين الحامضين الأمينية مع بعضها حتى يكون لنا الآسرة البيبتيدية راح تتكون نتيجة فقدان جزيئة ماء بعملية الديهايدريشن رياكشن. طبعا فقدان جزيئة الماء راح تكون من مجموعة الألفا كاربوكسيل اللي موجودة بالحامض الأميني الأول مع مجموعة الأمين أو الألفا أمين اللي موجودة بالحامض الأميني الآخر. لو تلاحظون هنا عندنا بهذا التفاعل اللي موجود أمامكم عندنا حامضين أمينية راح يتفاعلون أو يرتبطون مع بعض عن طريق الديهايدريشن رياكشن. وطبعا لو نلاحظ احنا الحامضين الأمينية اللي موجودة هنا اثنيناتهم من نوع L form، يعني تكون مجموعة الأمين باتجاه الليفت، والحامضين الأمينية يجب أن يكونون بصيغة الـ L form حتى تتكون الآسرة البيبتيدية. لاحظ هنا عندنا الحامض الأميني الأول مجموعة الكاربوكسيل راح تفقد OH، ومجموعة الأمين اللي موجودة بالحامض الأميني الثاني راح تفقد الـ H حتى تطلع جزيئة الماء وتتكون عندنا الآسرة البيبتيدية اللي هي ناتجة طبعا مثل ما قلنا بارتباط الحامضين الأمينية مع بعض. إذن بارتباط الحامضين الأمينية مع بعض وفقدان جزيئة الماء من الحامضين الأمينية راح تتكون عندنا هذه الآسرة البيبتيدية اللي هي ناتجة من ارتباط الحامض الأميني الأول عن طريق مجموعة الكاربوكسيل مع الحامض الأميني الثاني عن طريق مجموعة الأمين. وطبعا بارتباط الحامضين الأمينية مع بعضها راح تتكون آسرة بيبتيدية واحدة، يعني لكل حامضين أمينية راح تتكون آسرة بيبتيدية واحدة
وتفقد جزيئة ماء واحدة، يعني عدد جزيئات الماء المفقودة تكون بعدد الأواصر الببتيدية المتكونة في السلسلة الببتيدية. بارتباط الحامضين الأمينية مع بعضها وتكوين الأسرة الببتيدية، راح يصير عندنا طرفين حرة اللي هي ما يطلق عليه بالأمينو تيرمينال أو الأن تيرمينال، وطبعا هذا راح يكون اللي باتجاه الليفت باتجاه اليسار، لأن احنا ذكرنا أنه الحامض الأميني ارتبط، الحامض الأميني الأول ارتبط عن طريق مجموعة الكاربوكسيل، إذا بقت مجموعة الأمين حرة غير مرتبطة، إذا هاي يطلق عليها بالأمينو تيرمينال أو النهاية الأمينية. أما الحامض الأميني الثاني راح تكون مجموعة الكاربوكسيل هي الحرة. إذا بالسلسلة الببتيدية الطرف اللي هو يكون بالليفت يسموه بالأمينو تيرمينال النهاية الأمينية أو الإن تيرمينال، والنهاية اللي تكون باتجاه اليمين هتكون النهاية الكاربوكسيلية اللي هو كاربوكسي تيرمينال أو السي تيرمينال. تكون الأسرة الببتيدية هي من أهم تفاعلات الأحماض الأمينية، لأنها تعتبر هي مثال لتفاعلات التكثيفية الكوندنزيشن رياكشن، وتعتبر هذه التفاعلات هي من أهم التفاعلات أو الأكثر شيوعاً بالليفينج سيل بالخلايا الحية. وكذلك عندنا بالرغم من أنه تحلل الأسرة الببتيدية يعتبر هو من التفاعلات الباعثة أو اللي تطلق الطاقة الحرة، إلا أنه هي تحدث بشكل بطيء بسبب طاقة تنشيطية أو طاقة التنشيط العالية لهذا التفاعل. الأواصر الببتيدية ممكن أن تعاني تحلل، يعني يصير بها هيدروليز، وهذا هذه عملية التحلل تتم عن طريق نوع من الإنزيمات يطرق عليها بإنزيمات بروتيوليتيك إنزيم، يعني الإنزيمات المحللة للبروتين، واسم هذه الإنزيمات بالبروتياسز أو ببتيديزز، يعني هي الإنزيمات التي تحلل الأسرة الببتيدية أو تكسر الأسرة الببتيدية. طبعا هذا النوع من الإنزيمات موجودة بكل أنواع الخلايا والأنسجة في الكائن الحي. مثل ما عرفنا أنه الأسرة الببتيدية تتكون نتيجة ارتباط حامضين أمينية مع بعض عن طريق فقدان جزيئة ماء، راح تتكون عندنا الأسرة الببتيدية. هنا عندنا مثال لببتيد يتكون من حامضين أمينية اللي هو الألانين والسيستين. طبعا عادة احنا من نرمز للأسرة الببتيدية او السلسلة الببتيدية نكتب تسلسل الأحماض الأمينية بالرموز او بالابريفيشن، يعني المختصرات، ويكون يفصل ما بينهم شارحة مثل ما مكتوب هنا امامكم. هذا هو مثال على ببتيد يتكون من حامضين أمينية اللي هو الألانين مرتبط مع السيستين. طبعا هنا من اكتبه بهاي الصيغة، يعني اول حامض اميني هو الالانين والحامض الاميني الثاني هو السيستين، وبارتباط هذول الحامضين الامينية مع بعض حتتكون عندنا اسرة ببتيدية واحدة بفقدان جزيئة ماء. لو نلاحظ احنا هاي الجزيئة الاولى هي الالانين ارتبطت عن طريق مجموعة الكاربوكسيل بالحامض الاميني الثاني اللي هو السيستين حتى يكونون هاي الأسرة الببتيدية ويكونون هذه السلسلة الببتيدية اللي تتكون من حامضين أمينية. إذن هنا عندنا هذا الطرف اللي هو الأمينو تيرمينال أو هذا اللي هو الكاربوكسي تيرمينال أو تيرمينال، النهاية الكاربوكسيلية والنهاية الأمينية لهذه الببتيد اللي متكون من حامضين أمينية. اعتمادا على عدد الأحماض الأمينية أو جزيئات الأحماض الأمينية المكونة للسلسلة الببتيدية ممكن نطلق على الببتيدات بتسميات ممكن تنطينا الرمز أو تعطينا دلالة على أعداد الأحماض الأمينية المكونة لتركيبها. مثلا عندنا نطلق على الببتيد اللي يحتوي على حامضين أمينية أو وحدتين من الأحماض الأمينية بالدايببتايد، يعني من أقول دايببتايد معناها الببتيد اللي موجود عندي متكون من حامضين أمينية. ومهنا عندنا مثال مثلا الببتايد المتكون من الجلايسين مع الفنم ألانين يتكون من حامضين أمينية، لذلك نطلق عليه بالدايببتايد.
أما البيبتيد المتكون من 3 أحماض أمينية نطلق عليه بالترايبيبتايد. ترايبيبتايد يعني من أقول ترايبيبتايد معناه هو السلسلة البيبتيدية متكونة من 3 وحدات من الأحماض الأمينية. وطبعا لو لاحظ هنا مثال عندنا البرولين ميثيونين والأسبارتيت مرتبطين مع بعض يكونون ترايبيبتايد. وهكذا اعتمادا على عدد الأحماض الأمينية الموجودة أقدر أطلق على السلسلة البيبتيدية بالتترا بيبتايد يعني تتكون من 4 أحماض أمينية، أو البنتا بيبتايد اللي تتكون من 5 أحماض أمينية، والهكسا بيبتايد اللي تتكون من 6 أحماض أمينية وهكذا. إذا ممكن أني أطلق على الأحماض الأمينية هذه التسميات وتعطيني دلالة على عدد الأحماض الأمينية المكونة للسلسلة البيبتيدية. في السلسلة البيبتيدية وبارتباط الأحماض الأمينية مع بعضها، وذكرنا أنه ترتبط الأحماض الأمينية عن طريق الآسرة البيبتيدية وراح تتكون عندنا السلسلة البيبتيدية. بارتباط هذه الأحماض الأمينية مع بعضها عن طريق الآسرة البيبتيدية راح تتكون عندنا طرفين حرة، اللي هو الطرف اللي باتجاه اليسار left، والطرف اللي يكون باتجاه اليمين اللي هو right. باتجاه left باتجاه اليسار راح تكون عندنا النهاية تكون أو نطلق عليها بالنهاية الأمينية الأمينو تيرمينس أو الان تيرمينس، مثل ما نلاحظ هنا بالستركتشر اللي موجود أمامكم. هو الستركتشر من سلسلة بيبتيدية متكون من عدد من الأحماض الأمينية مرتبطة مع بعضها ومكونت لي سلسلة بيبتيدية. نلاحظ هنا باتجاه اليسار هناك عندنا طرف أو عندنا مجموعة حرة غير مرتبطة، وهذه المجموعة اللي تكون بجهة اليسار بالleft side of the peptide chain نطلق عليها بالنهاية الأمينية amino terminus أو الان terminus باتجاه الليفت، واتجاه الرايت اتجاه اليمين راح تكون هناك مجموعة الكاربوكسيل هي المجموعة الحرة، لذلك نطلق عليها بالنهاية الكاربوكسيلية الكاربوكسي ترمناس أو السي ترمناس النهاية الكاربوكسيلية بالسلسلة البيبتيدية. إذا عندنا هنا السلسلة البيبتيدية بها طرفين، والطرفين تكون حرة غير مرتبطة. باتجاه اليسار حتكون مجموعة الأمين ونطلق عليها بالنهاية الأمينية، وباتجاه الرايت تكون مجموعة الكاربوكسيل اللي نطلق عليها بالنهاية الكاربوكسيلية وتكون حرة غير مرتبطة بالسلسلة البيبتيدية. نأتي الآن إلى تسمية السلسلة البيبتيدية اعتمادا على تسلسل الأحماض الأمينية الموجودة بتركيبها. لو تلاحظون هنا التركيب اللي موجود أمامنا هو عبارة عن سلسلة بيبتيدية متكونة من 5 أحماض أمينية، وما دام متكونة من 5 أحماض أمينية راح نطلق على هذه السلسلة البيبتيدية بالبنتا بيبتايد، يعني هي متكونة من 5 أحماض أمينية. الخمس أحماض أمينية هي عبارة عن سيرين، جلايسين، تايروسين، ألانين، واليوسين. هذه الخمس أحماض أمينية مرتبطة مع بعض مكونة لنا سلسلة بيبتيدية تسمى بالبنتا بيبتايد. طبعا الأواصر البيبتيدية الموجودة أو أعداد الأواصر البيبتيدية اللي موجودة في هذه السلسلة هي 4 أواصر بيبتيدية. إذا من أجي أحسب عدد الأواصر البيبتيدية راح تكون عدد الأحماض الأمينية الموجودة بالسلسلة البيبتيدية ناقص 1، يعني إذا كانت السلسلة البيبتيدية مكونة من 5 أحماض أمينية تتكون بها 4 أواصر بيبتيدية، إذا كانت السلسلة مكونة من 6 أحماض أمينية عدد الأواصر البيبتيدية هي 5 وهكذا. إذا عدد الأواصر البيبتيدية هي تساوي عدد الأحماض الأمينية ناقص 1. نرجع الآن إلى تسمية هذه السلسلة البيبتيدية وشلون أني راح أو شنو هي القاعدة اللي أني أستند عليها في تسمية هذه السلسلة البيبتيدية. أولا إحنا عرفنا هي بنتا بيبتايد يعني متكونة من 5 أحماض أمينية، لكن أني من أجي أريد أنطي تسمية على حسب الأحماض الأمينية الموجودة. يعني عرفت أنه أني من أجي أكتب السلسلة البيبتيدية
اكتب الاحماض الامينية المختصرات، افصل بيناتهم شريحة اللي هي تمثل لي الاسرة الببتيدية اللي موجودة بالسلسلة. اتي هنا الى التركيب. التركيب احنا هنا قلنا اول حامض اميني هو السيرين، السيرين، وثاني حامض هو الجلايسين وتايروسين الانين، واخر واحد هو اللوسين. اذا بتسمية الاحماض الامينية انا راح ابدي من جهة اليسار، من جهة اليسار، من اول حامض اميني موجود بجهة اليسار، وامشي بالتسمية لحين ما اصل الى اخر حامض اميني. اذا راح ابدأ من جهة اليسار اللي احنا اطلقنا عليها بالامينو تيرمينال او الامينو تيرمينوس اللي هي النهاية الامينية، وراح امشي باتجاه النهاية اللي موجودة بالطرف اليمين. طبعا تسميتها راح تبدي بالسيرين، لكن راح اشيل النهاية من السيرين واضيف لها مقطع YL، يعني راح يصير سيريال، سيريال، سيرين، راح اشيل النهاية واحط YL، وهكذا لبقية الاحماض الامينية الموجودة بالسلسلة الببتيدية، يعني سيريال، جلايسيل، تايروسيل والانيل، وهكذا باتجاه اليمين، يعني من اليسار الى اليمين، ما عدا الحامض الاميني الاخير اللي موجود بالسلسلة الببتيدية اللي هو عندنا لوسين، راح يبقى اسمه مثل ما هو، راح يبقى اسمه مثل ما هو بدون اضافة مقطع YL. ليش؟ لان انا عندي السلسلة الببتيدية بارتباط الاحماض الامينية بالاسرة الببتيدية تكونت عندنا مجموعة تسمى بالاسيل جروب، اسيل جروب، كل الاحماض الامينية اللي موجودة بالسلسلة الببتيدية ما عدا اخر واحد ايا كان عددها، اذا كانت 2 3 4 فما فوق، كلها تكون لي مجموعة اسيل جروب، ما عدا الحامض الاميني الاخير بالسلسلة الببتيدية ما يكون لي اسيل جروب. ليش؟ لان انا اصلا عندي مجموعة الكاربوكسيل حرة غير مرتبطة. اذا من اجي انطي التسمية راح ابدأ من اتجاه اليسار الى اليمين، اضيف مقطع YL لكل حامض اميني موجود ما عدا الاخير. ليش؟ قلنا لانه كل الاحماض الامينية الداخلة بالسلسلة الببتيدية تكونت او كونت مجموعة اسيل جروب ما عدا الحامض الاميني الاخير، راح يكون مجموعة الكاربوكسي الحرة واللي هي اطلقنا عليها بالكاربوكسي تيرمينال او الكاربوكسي تيرمينوس، النهاية الكاربوكسيلية تكون غير مرتبطة وما تكون مجموعة اسيل. لهذا بالتسمية يبقى اخر حامض اميني مثل ما هو. اذا راح اخذ السلسلة الببتيدية باحماضها الامينية، اضيف لها مقطع YL لكل اسم من الاحماض الامينية ما عدا الحامض الاميني الاخير، هو اللي يبقى اسمه مثل ما هو بدون اضافة مقطع YL، وذكرنا قلنا لانه المجموعة الكاربوكسيل الحرة وغير ما مكونة مجموعة اسيل جروب. نأتي الآن إلى أنواع الببتيدات أو تقسيم الببتيدات. تقسم الببتيدات إلى مجموعتين، المجموعة الأولى نطلق عليها بالأوليغوبيبتايد، والمجموعة الثانية نطلق عليها بالبوليبيبتايد. شنو الفرق ما بين الأوليغوبيبتايد والبوليبيبتايد؟ الأوليغوبيبتايد هي تتكون من 2 إلى 10 أحماض أمينية، مو أكثر من 10 أحماض أمينية. يعني الأوليغوبيبتايد هي من 2 إلى 10 أحماض أمينية نطلق عليها بالأوليغوبيبتايد. من تعبر أعداد الأحماض الأمينية فوق 10 راح نطلق عليها بالبوليبيبتايد، بالبوليبيبتايد، الببتيدات المتعددة. إذا البوليبيبتايد إذا كانت أكثر من 10 أحماض أمينية بالتركيب، لكن إذا عبر الوزن الجزيئي للبوليبيبتايد more than 10,000 أكثر من 10,000 راح نطلق على هذا البوليبيبتايد بالبروتين. إذا البروتين هو عبارة عن بوليبيبتايد لكن بوزن جزيئي عالي جدا. إذا الببتيدات يا أما تكون أوليغوبيبتايد اللي تكون هي من 2 إلى 10 أحماض أمينية بتركيبها، وتكون بشكل بوليبيبتايد إذا كانت أكثر من 10 أحماض أمينية
فما فوق، وإذا عبر وزنها الجزيئي فوق 10,000 نطلق عليها بالبروتين. إذا البروتين هو بولي بيبتايد يكون وزنه الجزيئي عالي أكثر من 10,000. نأتي الآن إلى موضوع الأيونيزيشن بيهيفير أوف بيبتايد، يعني سلوك الأيوني للبيبتيدات. أخذنا بالأحماض الأمينية وعرفنا أنه الأحماض الأمينية بها مجاميع قابلة للتأين، وذكرنا المجاميع الأساسية اللي ممكن تتأين بالحامض الأميني هي مجموعة الألفا أمين والألفا كاربوكسيل، إضافة إلى أنه عندنا بعض الأحماض الأمينية السلسلة الجانبية الموجودة بتركيبها أيضا تكون قابلة للتأين. نأتي الآن إلى السلسلة البيبتيدية. باعتبار أنه السلسلة البيبتيدية هي عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية مرتبطة مع بعضها بالآسرة البيبتيدية، بارتباط هذه الأحماض الأمينية مع بعضها لتكوين السلسلة البيبتيدية بقى عندنا فقط طرفين حرة بنهايات السلسلة البيبتيدية. ذكرنا أنه النهاية اللي تكون باتجاه اليسار هي الانترمينس، النهاية الأمينية راح تكون بها مجموعة الأمين هي المجموعة الحرة. الألفا أمين جروب هي اللي تكون المجموعة الحرة، وتكون عندنا مجموعة أمين واحدة بطرف اليسار هي تكون الحرة. أما المجموعة الثانية عندنا مجموعة كاربوكسيل، ألفا كاربوكسيل واحدة فقط هي حتكون حرة بالسي تيرمينس بالنهاية الكاربوكسيلية. إذن بالسلسلة البيبتيدية عندنا نهايتين أو عندنا طرفين هي الحرة فقط، لأنه بقية المجاميع حتكون مرتبطة بالآسرة البيبتيدية، راح تبقى عندنا فقط الطرفيات اللي هي الأمينو تيرمينس اللي النهاية الأمينية هي حتكون حرة وتكون واحدة فقط، وبالنهاية الكاربوكسيلية اللي هي مجموعة الكاربوكسيل الحرة اللي موجودة بالطرف الآخر من السلسلة البيبتيدية. وطبعا هذه المجموعتين مثل ما عرفنا هي مجموعة مجاميع قابلة للتأين، سلوكها نفس سلوك الحامض الأميني الحر، يعني آني عندنا هنا بالسلسلة البيبتيدية عندنا طرفين حرة اللي هي الألفا أمين بالنهاية الأمينية والألفا كاربوكسيل اللي هي موجودة بالنهاية الكاربوكسيلية، وكل المجموعتين أيضا تكون قابلة للتأين وتسلك نفس سلوك الحامض الأميني الحر، يعني اللي يكون الحر الحامض الأميني واحدة اللي ما مرتبط بالسلسلة البيبتيدية. عندنا مجموعة الألفا أمين والألفا كاربوكسيل اللي موجودة بالسلسلة البيبتيدية اللي طبعا هي تكون مو الطرفيات، يعني مو الألفا أمين اللي ذكرنا عليها اللي تكون بالسي تيرمينال عفوا بالان تيرمينال، ولا المجموعة الكاربوكسيل اللي موجودة بالسي تيرمينال، لكن أنا هنا أقصد مجاميع الأمين والكاربوكسيل اللي تكون ضمن السلسلة اللي دخلت بتكوين الآسرة البيبتيدية. طبعا بارتباط هذه المجاميع مع بعضها وتكوين الآسرة البيبتيدية أصبحت هذه المجاميع غير متأينة، وبالتالي حيكون ما إلها دور بسلوك البيبتيد اللي هو الأسيد بيس بيهيفير، يعني سلوك حامض وقاعدة للسلسلة البيبتيدية. فقط ذكرنا أنه مجموعة الأمين ومجموعة الكاربوكسيل الطرفية هي اللي حيكون إلها دور بعملية التأين. إضافة إلى هذه أنه المجاميع الأمين والكاربوكسيل بسبب ارتباطها وتكوين الآسرة البيبتيدية ما راح تدخل بعملية التأين، لكن عندنا بعض الأحماض الأمينية تكون لها سلسلة جانبية مثل ما موجود هنا أمامكم، مثلا إحنا عندنا الجلوتاميت مثلا واللايسين من ضمن السلسلة الجانبية بالتركيب لها مجاميع R قابلة للتأين. إذن هذه المجاميع الR ممكن أنه تدخل بعملية التأين بالسلسلة البيبتيدية وتكون لها دور بسلوك البيبتيد أو جزيئة البيبتيد بالأسيد بيس بيهيفير، يعني سلوك الحامض والقاعدة. إذن
مجموعة الأمين الطرفية ومجموعة الكربوكسيل الطرفية، إضافة إلى أنه بعض الأحماض الأمينية اللي موجودة بتركيب السلسلة البيبتيدية اللي تكون السلسلة الجانبية بتركيبها قابلة للتأين، تحمل مجاميع قابلة للتأين، هي اللي حتطينا سلوك الأسيد بيس للسلسلة البيبتيدية الموجودة عندنا. Biologically active peptides، البيبتيدات الفعالة بيولوجيا أو اللي إلها دور أو إلها فائدة بيولوجية. طبعا بالطبيعة هناك أعداد كبيرة من البيبتيدات اللي تتراوح أوزانها الجزيئية أو أطوالها أو أعداد الأحماض الأمينية بها مختلفة، اللي حتكون من 2 حامض أميني إلى آلاف من الأحماض الأمينية المرتبطة مع بعضها. لكن حتى لو كان عندنا السلسلة البيبتيدية صغيرة جدا، يعني أصغر سلسلة بيبتيدية، طبعا أصغر سلسلة بيبتيدية تكون مكونة من حامضين أمينية، ممكن يكون لها دور بيولوجي ويكون تأثيرها مهم جدا برغم من صغر حجمها. إذا صغر حجم أو عدد الأحماض الأمينية حتى وإن كانت قليلة بالسلسلة البيبتيدية، هذا ما يمنع أنه يكون لها دور فعال بالطبيعة. ورح ناخذ عدة أمثلة للسلاسل البيبتيدية ورح نعرف فائدتها البيولوجية. عندنا أول مثال هو عبارة عن داي بيبتايد متكون من L أسبارتيل L فنل ألانين مثل إستر. هذا الداي بيبتايد هو الأسبارتام، يطلق عليه بالأسبارتام أو نيوترا سويت. طبعا هذا هو التحلية الصناعية artificial sweetener better known as aspartam or nutrasweet، يعني يطلق عليه بالاسبارتام او nutrasweet، اللي هو يتكون من دايبيبتايد، يعني من حامضين امينية يطلق عليه بالاسبارتام. هناك العديد من البيبتيدات تعطي تأثيرها بتراكيز قليلة جدا. من الأمثلة على هذا النوع من البيبتيدات هو عدد من الهرمونات اللي تكون عبارة عن بيبتيدات صغيرة ولكن لها تأثير كبير جدا. من ضمن هذا النوع من الهرمونات نأخذ بعض الأمثلة، مثل عندنا هرمون الأوكسيتوسين. الأوكسيتوسين هو عبارة عن سلسلة بيبتيدية مكونة من 9 أحماض أمينية، ويفرز هذا عن طريق الفص الخلفي من الغدة النخامية، وإلى دور كبير جدا في عملية تقلصات الرحم أثناء الولادة. النوع الآخر أو مثال آخر على هذا النوع من الهرمونات هو هرمون الإنكفالين. الإنكفالينز هو عبارة عن بينتا بيبتايد، يعني هو بيبتيد مكون من 5 أحماض أمينية. طبعا يتكون هذا الهرمون بالCNS، يعني Central Nervous System، يعني بالخلايا الموجودة بالدماغ، وإلى دور مهم جدا بالتحفيز على الأنالجسيا، يعني تسكين الألم. يعني هو يعتبر من أحد الآليات المهمة أو الميكانيكيات المهمة الموجودة بداخل الجسم بالسيطرة على الألم. عندنا المثال الآخر هو الإنسولين. الإنسولين هو عبارة عن بيبتايد هرمون يتكون بالبنكرياس. يتكون الإنسولين من سلسلتين بيبتيدية، 2 polypeptide chain، يعني مو سلسلة واحدة وإنما من سلسلتين polypeptide. السلسلة الأولى تتكون من 30 حامض أميني، والسلسلة الثانية تتكون من 21 حامض أميني. ترتبط هذه السلسلتين مع بعضها عن طريق آصرة اللي هي الدايسلفايد بوند. ذكرنا هاي الآصرة، قلنا هي عبارة عن ارتباط حامضين أمينية اللي هما السيستين، يعني جزيئتين سيستين راح ترتبط مع بعض وتكون لنا الآصرة اللي هي الدايسلفايد بوند. إذن الإنسولين هو عبارة عن سلسلتين بوليبيبتيدية مرتبطة مع بعضها عن طريق الآصرة اللي هي دايسلفايد بوند. الإنسولين دوره هو السيطرة على مستوى الجلوكوز في الدم.
مثال مهم آخر من أنواع الببتيدات الفعالة بيولوجيا وهو الجلوتاثيون. الجلوتاثيون هو أحد مضادات الأكسدة، الأنتي أوكسيدنت كومبوند، مكونة أو مركبات المضادة للأكسدة، موجود طبعا في جميع الخلايا الكائنات الحية من الحيوانات والنباتات وبعض أنواع البكتيريا أيضا. هو عبارة عن تراي بيبتايد، يعني ببتيد مكون من 3 أحماض أمينية هي الجلايسين والجلوتاميت والسيستين. التسلسل طبعا ارتباط الأحماض الأمينية هو الجلوتاميت يرتبط مع السيستين ويرتبط مع الجلايسين. طبعا هو هذا السيكونس لارتباط الأحماض الأمينية في تكوين الجلوتاثيون. طبعا هنا التسلسل مهم، يعني ما ممكن أني أقدم حامض أميني على آخر لأن راح يعطيني غير مركب. إذا الشغلة المهمة هنا أني أحفظ تسلسل الأحماض الأمينية وارتباطها بالبيبتيد أو البروتين المعني اللي أني دا أدرسه. إذا الجلوتاثيون هو عبارة عن ترايبيبتايد يتكون من 3 أحماض أمينية، تسلسل ارتباطها هو الجلوتاميت يرتبط مع السيستين ويرتبط مع الجلايسين. طبعا الجلوتاثيون مثل ما ذكرنا هو أحد مركبات مضادات الأكسدة المهمة بالجسم. دوره هو الحفاظ على مكونات الخلية من التلف الناتج بسبب الجذور الحرة أو أنواع الأكسجين التفاعلية اللي تسبب لي تلف للخلية أو مكونات الخلية. لهذا الجلوتاثيون هو يعتبر كأنتي أوكسيدنت، يحافظ على الخلية وأيضا يمنع تلف مكونات الخلية الناتج بسبب الجذور الحرة. نأتي الآن إلى تركيب الجلوتاثيون. يتميز الجلوتاثيون بتركيب مهم جدا وهو يطلق عليه بالجاما بيبتايد. جاما بيبتايد، الجاما بيبتايد هو عبارة عن ارتباط الجلوتاميت مع السيستين بآصرة من نوع جاما وليس ألفا. احنا عرفنا انه هي عبارة عن ارتباط الآصرة البيبتيدية، العفو، هي ارتباط مجموعة الكاربوكسيل ألفا مع مجموعة الأمين ألفا. الارتباط هنا بالجلوتاثيون او الارتباط الاول اللي هو ما بين الجلوتاميت مع السيستين حيكون من نوع جاما وليس من نوع ألفا. راح نجي نشوف هنا التركيب شلون راح يصير الارتباط اللي هو من نوع جاما وليس من نوع ألفا. اولا احنا ذكرنا قلنا الجلوتاثيون هو عبارة عن جلوتاميت يرتبط مع سيستين ثم يرتبط مع جلايسين حتى ينطينا الترايبيبتايد اللي هو التركيب الاساسي للجلوتاثيون. الارتباط هنا طبعا اولا هو الجلوتاميت هو الحامض الاميني اللي يحتوي على مجموعتين كاربوكسيل، مجموعة الكاربوكسيل اللي هي الفا كاربوكسيل اللي موجودة مرتبطة بذرة الكربون الفا، اضافة الى مجموعة كاربوكسيل موجودة بالسلسلة الجانبية. راح نجي نشوف الارتباط اللي هو من نوع جاما اللي يربط لي ما بين الجلوتاميت مع السيستين حتى يكون الآصرة البيبتيدية اللي هي من نوع جاما. لو نلاحظ هنا هذا تركيب الجلوتاميت، هاي ذرة الكربون الفا وهاي مجموعة الكاربوكسيل الفا وهاي مجموعة الامين الفا وهاي هي السلسلة الجانبية. اذا الارتباط من نوع جاما هو، لو نلاحظ هنا قلنا هاي ذرة الكربون الفا وهاي ذرة الكربون بيتا وهاي ذرة الكربون جاما اللي مرتبطة بها مجموعة الكاربوكسيل الثانية اللي موجودة بتركيب الجلوتاميد. هنا الارتباط راح يكون ما بين الحامض الاميني الجلوتاميت مع السيستين عن طريق مجموعة الكاربوكسيل جاما اللي موجودة بالسلسلة الجانبية وليس مجموعة الكاربوكسيل الفا اللي موجودة مرتبطة بذرة الكربون الفا. لهذا تكون الآصرة البيبتيدية اللي تربط ما بين الجلوتاميت والسيستين هي من نوع جاما، جاما بيبتايد بوند وليس الفا. لهذا هنا حطينا رمز جاما بالتركيب قبل السلسلة البيبتيدية، يعني ارتباط الجلوتاميت عن طريق الجاما كاربوكسيل حتى يكون للآصرة البيبتيدية مع السيستين.
لكن ارتباط السستين مع الجلايسين هو ارتباط اعتيادي آسرة ببتيدية من نوع ألفا بين مجموعة الكاربوكسيل ألفا الموجودة بالسستين مع مجموعة الأمين ألفا الموجودة بالجلايسين. شنو فائدة هذا الارتباط اللي هو من نوع جاما اللي موجود بتركيب الجلوتاثيون؟ طبعا هذا التركيب أو هاي الآسرة اللي هي من نوع جاما بيبتايد بوند ما ممكن انه تكسر او يصير بها هيدروليسز عن طريق انزيم البيبتايديز مثل الاواصر البيبتيدية الاعتيادية المعروفة. اذا هذا الجزء هو اللي يميز لي تركيب الجلوتاثيون، هو وجود الجاما بوند ما بين الجلوتاميت والسيستين اللي هي ما ممكن انه تحلل عن طريق الانزيم البيبتايديز. نأتي الآن إلى دور الجلوتاثيون. بما أنه الجلوتاثيون قلنا هو يعتبر كأنتي أوكسيدنت مضاد للأكسدة، إذن هو يدخل بتفاعلات الأكسدة والاختزال بالجسم. إذن الجلوتاثيون إلى صيغتين، أكو صيغة تسمى بالreduced form الصيغة المختزلة، والصيغة الأكسيدايز form اللي هي الصيغة المؤكسدة. الفرق ما بين الصيغة المؤكسدة والصيغة المختزلة، الصيغة المختزلة اللي هي reduced form يرمز لها بGSH جلوتاثيون GSH، ويكون هذا تركيبها عبارة عن جاما جلوتاميت مرتبط مع السستين مرتبط مع الجلايسين اللي هو نفس هذا الستركتشر. هذا الستركتشر هو reduced form للجلوتاثيون اللي هو يرمز له بGSH. الصيغة الثانية اللي هي الأكسيدايز فورم للجلوتاثيون يرمز لها بالجي اس اس جي، جي اس اس جي طبعا هي عبارة عن سلسلتين من الجلوتاثيون اللي هو جي اس اتش، سلسلتين مرتبطة بآسرة دايسلفايد بوند اللي هي الاس اس. إذن الصيغة المؤكسدة هي عبارة عن سلسلتين من الجلوتاثيون مرتبطة بآسرة دايسلفايد بوند، لأن احنا قلنا السستين مع السستين ممكن انه يكون لي آسرة من نوع دايسلفايد بوند. وهنا نشوف احنا السستين هو عبارة عن SH، وبوجود سلسلة أخرى راح يتكون عندنا التركيب اللي هو الأكسيدايز فورم اللي نرمز له بالجي اس اس جي، ويكون يختلف عن الجلوتاثيون هو عبارة عن سلسلتين مرتبطة بآسرة من نوع دايسلفايد بوند، وهي هذه الصيغة اللي هي الأكسيدايز فورم للجلوتاثيون.